الليلة انطلاق حفل توزيع جوائز الأوسكار النسخة 95. يا ترى يا هل ترى هنشوف ايه؟ هل هيبقى فيه مفاجآت؟ فاكرين مفاجآت السنة اللي فاتت طبعا، ويل سميث وحدوتة. خلونا ناخد معانا على التليفون كاتبنا وناقدنا الفني الكبير استاذ طارق الشناوي. ازيك يا استاذ طارق؟ اهلا استاذ يوسف، ازيك؟ وحشنا. حضرتك في الأوسكار ولا هنا؟ لا انا هنا، انا جنبك هنا. طيب حلو، جنبنا في المانيال. اوكي ماشي، المانيال المنوره. النهارده هتبقى الحفله بتاعه توزيع الجوائز، هل عند حضرتك توقعات يا استاذ طارق او هناك مؤشرات لتوقعات ما؟ لا طبعا، هي توقعات كل الجرائد اشارت للافلام المرشحه وبالتالي للممثلين والمخرجين و لكن خلينا نقول انه الاوسكار السنه دي بيعود بقوة، لأن بعد سنتين يعني كلنا يعني كنا مستخبيين من كورونا، وأكثر فن أصيب في مقتل هو السينما. لأنها بتعتمد على الجمهور، ففجأة أصبح الزحام اللي هو مؤشر إيجابي لأي عمل فني أصبح بالنسبة لك تهديد. يعني السينما مع الزحام، كورونا ضد الزحام. فكورونا انتصرت عامين، هو بدأنا نحس بالانتصار في المهرجانات الأخيرة. يعني في برلين الدنيا رجعت، في الأوسكار رجعت كويس قوي، وبالتالي الأفلام المرشحة زاد عددها وزادت قيمتها. وهنلاقي حاجة مهمة جدا، إن أكتر من فيلم جاب إيرادات عالية، يعني زي أفاتار مثلا صح، او توب جن. يعني افلام، احنا دايما بنعمل خط كده بين الفن وبين الرقم او شباك التذاكر، ولك لا ده عمل فني عظيم وده بقى ايه ده بتاع الجمهور. لا، في افلام بتجمع بين الحسنيين ومرشحه انها تاخد الجوائز الكبرى في الاوسكار، فده يعني بيكسر شيء تعرفنا عليه، وهو الخط الفاصل الوهمي بين ذائقة الجمهور وذائقة أيضا النقاد والصحفيين والمهرجانات والمسابقات زي الأوسكار. السنة دي مهم قوي إن هم بيكسروا السجادة الحمراء. هتبقى ذهبي أو بيج أو لون شامبين، يعني هو التعبير الدارج عليه هو شامبين. السجادة خلاص، يعني طبعا تغيير السجادة من سنة 60 هي السجادة اللون ده، وكل المهرجانات الكبرى بتعمل نفس اللون ده. في المهرجانات المصرية والعربية قطعا وكده. طب ليه الأحمر؟ يعني ما هو يعني ده هو طبعا في تفسيرات كتيرة ان هم شالوا الأحمر، منها ان الأحمر دموي. طب يعني قعدنا كل السنين دي 60 سنة مش واخدين بالنا يعني ولا ان هو دموي، او يقول لك عشان السنة اللي فاتت الصفعة تمت لانه وليس بس كان اللون الاحمر خلاه عصبي. وطبعا الالوان فعلا بتطفي احيانا او مش احيانا، بالمنطق اللون له لغه ويعمل حافز، ممكن اللون ينيم، لون يصحي، لون يخليك عدواني. لكن يعني ما تصورش ان السبب الصفعه كان لا طبعا لون يعني. لون السجاده الاحمر. لكن التغيير ده انا معاه جدا، لان دايما كنت اتساءل ليه الاحمر؟ ما احنا متعودين يعني في تراثنا العربي والمصري تحديدا الفخامه مرتبطه بلون الذهب، مش كده؟ لما في ده صالون مذهب، يعني عايز اقول ان اللون الذهبي لون في الثقافه المصريه والعربيه، لون له كل الوقار والاحترام. طب ليه لكن اللون الاحتفالي والاحتفائي طول الوقت احمر؟ طب ما ده غريبه، ده من مئات السنين. يعني تجد حتى العباءات من المخمل الاحمر. طب احنا اولى بقى باللون الذهبي، هم عاملين لون قريب قوي باللون الذهبي، يعني 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 على مشارف اللون ده. طب احنا ما ناخده، احنا كان المفروض احنا لينا ده وبلاها لون احمر ويعني يبقى شبهنا. عموما انا حضرت بعض المهرجانات كان بيبقى فيها سجاده خضراء. انت عارف مهرجانات البيئه؟ مهرجانات البيئه ده مفهوم اخضر. يعني ايوه، برافو عليك، بحكم انها لها منطق ما
في اختيار اللون الاخضر. طبعا. ومره حضرت مهرجان سينما مستقله عم فاكر الكليم؟ فاكر الكليم هو كنت طبعا. بس عارف الكليم ده كان بيتعمل من ايه؟ من بالقصاصات. توعى انت على الكليم ده طبعا. كان من القصاصات اللي بتتبقى في الستات البيوت المصريه. ايوه يقعدوا يدككوها في بعض. برافو عليك. فيعملوا كليم. انا حضرت مره مهرجان سينما مستقله كان كليم، وكان برضو حاجه يعني مفاجاه جميله. فكره برضو فكره بتترجم المعنى، ادي كل المساله. ايوه طبعا. السنه دي عودا على بدء في الاوسكار هتلاقي ان في افلام مرشحه للقسم الدولي اللي هو افضل فيلم اجنبي، وايضا في نفس الوقت لانها افلام مهمه مرشحه يعني زي كل شيء هذه على الجبهه الغربيه. ده فيلم الماني المفروض ان هو افضل فيلم اجنبي لانه ناطق بالالمانيه. كويس. وهو ده المنطق يعني، هو ده معنى فكره فيلم اجنبي ان هو يعني يعني لغه غير انجليزيه. لكن احيانا من فرط يعني قوه بعض الافلام، وده مش اول مره، الفيلم كمان بيبقى موجود طبعا طبقا لشروط ان يكون عرض ايضا في امريكا. يعني الشرط ده متوفر، لكن قوته بتبقى هي اللي بيستند اليها. فمثلا كل شيء هادئ على الجبهه الغربيه ده مرشح لكل الجوائز او ال 24 فرع، ومنها افضل فيلم اجنبي. واعتقد ان هو فرصته هيبقى مؤكده في افضل فيلم اجنبي. يعني بما انه حظى بالقوه دي وانتقل للترشح او للتنافس، فهيبقى ده حصد الجوائز لهذا الموسم. اظن ان هو هيبقى افضل فيلم اجنبي، هتبقى فرصه اكتر. صحيح. طيب عايز انتقل لموضوع تاني يا استاذ طارق. وانا اعلم ان حضرتك من عشاق عبد الوهاب. والنهارده ذكرى ميلاد الموسيقار محمد عبد الوهاب. ودار الاوبرا عامله حفله حلوه جدا، ومتحف عبد الوهاب مفتوح لمده 5 ايام مجانا امام الزائرين. انا بحيي اولا وزاره الثقافه للحاجتين اللي انت قلت عليهم من شويه. حفله في الاوبرا ومتحف للناس انها تدخل. ما هو لازم نربي ثقافه التردد على المتاحف. والناس لما يكون قيمه زي الموسيقار الكبير محمد عبد الوهاب، حلو قوي ان احنا نستعيد الموسيقار الكبير محمد عبد الوهاب، نستعيد تفاصيله، الحانه. عبد الوهاب ما لحنش كتير بالمناسبه، يعني عدد الحان عبد الوهاب ليست يعني هناك من تفوق عنه في العدد. الموجي اكثر، زكريا شيخ زكريا احمد اكثر كعدد بليغ اكثر، لكن عبد الوهاب تميز بانه السهل الممتنع القليل اللي هو يتردد، واللي هو دايما بينقل مرحله. عنده مراحل عبد الوهاب. مرحله عبد الوهاب القديم، شوف ازاي بقى الفنان اللي يقول لك ايه، فلان يتمرد، زي ما تسمع التعبير ده، فلان يتمرد على نفسه. ايوه. بس فين طيب؟ فين الدلاله؟ هو عبد الوهاب. عشان كده في اتنين عبد الوهاب، عبد الوهاب القديم واخد بالك اللي هو يقول يا ترى يا نسمه، ويقول يا ترى دي 45 مره يا ترى، فاكر انت الغنى؟ ايوه طبعا. يا ترى يا ترى، وناس تعد وراه. ده عبد الوهاب القديم. عبد الوهاب الجديد بقى انا والعذاب وهواك منك جارحني، هو يعني عايز اقول هنا بقى يعني صوره مباشره لكيف يتمرد الفنان على نفسه. طبعا عبد الوهاب مش كان بيتمرد على نفسه، هو كان بيقرا الزمن. هتلاقي لما ظهر جيل اللي هو كمال الطويل والموجي، احس عبد الوهاب ان الدنيا اتغيرت شويه، فسبقهم حتى في التجديد. فاصبح هناك عبد الوهاب الجديد. يعني مره بيسالوا الموجي بيقولوا له يعني ايه، عايزين بقى الحان شبابيه والحان عصريه، قال لهم العصريه عند عبد الوهاب. لما عمل توبه، شوف انت توبه دي من واهواك، ما دي ما يعني هم طلعوا بيتكلموا ان هو يعني ابتدى من اي جيل جديد بيطلع بيتكلم على ان احنا المرحله واحنا اللي بنقدم. لا، عبد الوهاب كان بيهضم الجيل، عشان كده يسموه موسيقار الاجيال. الاول كان اسمه عنده قدره مذهله على التطور والتحديث طول الوقت. كان موسيقار الجيل، وبعدين قالوا عليه موسيقار الجيلين، ثم موسيقار الاجيال. انتقل من جيل لجيل لجيل، مراهناته العديده، لقاءاته الاستثنائيه مع ام كلثوم من اول انت عمري، اللي خلت فعلا
منطقة تانية، حتى لمن تعامل مع أم كلثوم بعد عبد الوهاب بيبقى فيهم بليغ. بليغ بدأ يشتغل مع أم كلثوم قبل عبد الوهاب، يعني حب إيه سنة 60، أنت عمري 64. فلما بدأ بعد 64 هتلاقي ألحان بليغ حمدي لأم كلثوم تغيرت بناء على أن عبد الوهاب تغير من أنت عمري نقلة تانية. فهتلاقي بليغ، هتلاقيه مثلا في بعيد عنك نقلة تانية سيرة الحب، بس دول امتى؟ بعد 64. بعد ما عبد الوهاب فتح مجال جديد ورؤية أخرى لأم كلثوم. فعبد الوهاب كان يعني دايما يتقال عبد الوهاب اللي هو ايه بيعيش زمن تلاميذه، بس تلاميذه أيضا لأنه متفوق عاشوا زمنه وتأثروا بيه وفضل لغاية سنة وهو عنده 90 سنة عمل أسألك الرحيلة، لحن عصري جدا. وده بيقول هنا معنى إنه مفيش حاجة اسمها يقول لك أنا ما بشتغلش، أنا لا، أنت لما بتشتغل على نفسك هتشتغل. صح. لما تقرا الزمن هتشتغل، لكن لو قعدت في البيت وقعدت تقول أنا ما بشتغلش إحنا زي خيل الحكومة، الكلام اللي أكيد أنت بتسمعه كتير قوي وعايزين وبيضربونا في الآخر، لا، جدد أدواتك وخلي النموذج محمد عبد الوهاب إنه جدد أدواته على طول بيقرا على طول. انا كنت عبد يعني عبد اول كان بيرد على التليفون بنفسه كويس، ما اعرفش اتكلمت لحقتوش انا مش كده، لا لحقته طبعا حتى وفاته، لكن ما سبقليش ابدا ان انا اتكلمت معاه. لو كنت كلمته كان رد عليك وبعدين يسمع منك. يعني انا فاكر كان مثلا ايه يقول لي طيب قول لي حاجه كده لعمك كامل، فاقول له قصيده، والله فاقول لي حلوه اقولها تاني، وقال انه يفكر يلحنها. يعني مستمر طول الوقت، مفيش عنده توقف على طول، ويستفيد من كل الناس، واي مكالمه هتلاقيه حتى من صحفي جديد يستفيد منها. وعبد الوهاب كان يعني عاش حياته فقط للفن، شوف اتجوز وعنده اولاد وكله، لكن اللي جوه عبد الوهاب الحقيقي اللي عمل كل ده هو انه كان بيراهن فقط على الفنان، مش اي حاجه، لا الاب ولا الزوج ولا اي حد، الفنان كان رقم واحد عنده، فني ثم فني ثم فني. ذكي، ولهذا السبب هو متفرد جدا. استاذ طارق احنا عايزين نقعد زي زمان، تيجي تنورنا كده ونقعد ونتكلم ارجوك. كل الشكر ليك يا استاذ طارق، نورتنا وشرفتنا كاتبنا وناقدنا الفني الكبير استاذ طارق الشناوي في حديث ما بين الاوسكار وما بين موسيقار الاجيال استاذ محمد عبد الوهاب. كان لنا مكالمة أظنها رائعة جدا، وأظن يعني هتلاقي بقى كده المواقع عندها كلام كتير هتقدر تكتبه كما جرت العادة من كلام الأستاذ طارق معانا.